نشاط نعمل لنجاح، أيام فيها نرتاح ولتنظيم الوقت نسعى. لنتائج ممتازة نعمل ونتم الإنجاز، وستأتي أيام إجازة عيد راحتنا هي متعة. السبت والأحد والإثنين والثلاثاء، ثم يا أحبابي سوف يأتي الأربعاء، ثم الخميس ثم الجمعة، أيام الأسبوع سبعة. أيام الأسبوع سبعة، هيا نذكرها مجتمعا. أيام الأسبوع سبعة، هيا نذكرها مجتمعا. السبت والأحد والإثنين والثلاثاء، ثم يا أحبابي سوف يأتي الأربعاء، ثم الخميس ثم الجمعة، أيام أيام تبدأ بصباح بنشاط نعمل لنجاح، أيام فيها نرتاح ولتنظيم الوقت نسعى. السبت والأحد والإثنين والثلاثاء، ثم يا أحبابي سوف يأتي الأربعاء، ثم الخميس ثم الجمعة، أيام الأسبوع سبعة. هيا لنتائج ممتازة نعمل ونتم الإنجاز، وستأتي أيام إجازة عيد راحتنا هي متعة. السبت